عليكم ورحمة الله. قبل يجي أسبوع أعلنوا عن الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد هذا العام، وكانت من نصيب ريتشارد ثالر من جامعة شيكاغو. تعالوا نشوف وش عنده. الفكرة اللي يطرحه ريتشارد ثالر للعالم الغربي بالنسبة لهم يعتبرونه جديد، لكن بالنسبة للعرب والمسلمين أعتقد والله أعلم إنه مو جديد. ريتشارد ثالر قام وراقب مجموعة من الناس وقال بنسوي استبيان ونشوف كيف يفكرون في شراء الأشياء، كيف يتخذون قراراتهم. قال لو معك مثلا $20 ورحت تشتري تذكرتين لك ورفيدك، ويوم جيت تشتري لقيتك فاقد $20 من قبل، هل تتخذ قرار الشراء أم لا؟ أكثر الناس قالوا لا، لن نشتري لأن ضيعنا دولارات من قبل. مغير الاستبيان قال طيب لو أنك أنت في الليل شريت التذاكر ويوم أنك جيت تدخل لقيتها فاقدة، هل ستشتري مرة ثانية؟ أغلب الناس أكثر من 80% قالوا نعم راح نشتري. طيب وش الفرق؟ هنا خرج مستر ثالر بأن الإنسان عنده فكرين، فكر تخطيطي وفكر عشوائي. في الأولى كان الفكر العشوائي وفي الثانية جاء الفكر التخطيطي. اكتشف مستر ثالر إن أكثر ما يضيع الناس هو الفكر التخطيطي، وإن حقين الرياضة حقين الأندية الرياضية والأجهزة الرياضية يلعبون على هذا السلوك. صدقون إن بعض الأندية الرياضية اللي في الحارات هذه اللي تشوفونها حقة الجيم هذه، صدقون إن بعضها يصل المشتركين فيها يمكن إلى 200 شخص، لكن ما يجي إلا 20 تقريبا. أيضا الأجهزة الرياضية حقة شد البطن وشد الأرداف والخرابيط هذه قايمة فكرة تسويقها وبيعها وتصنيعها على إن الإنسان ما راح يستخدمها في السنة تقريبا إلا أسبوعين بس. طبعا هم يستدعون الفكرة التخطيطي عند المتلقي عند الإنسان، فيقول خلاص أنا بسوي تمارين ومدري إيش وبهتم بنفسي وإلى آخر، ثم بعد أسبوعين ينسى الموضوع. المعلومية الإعلانات مستقبلا لن تكون مبثة بشكل مباشر أثناء المسلسلات أو المباريات أو الأفلام، لا ما راح تشوفونها، لكن يتم تحميلها في مخك وأنت ما شعرت بها أبدا. تنتهي المباراة وتشتري المنتج المعلن عنه أثناء المباراة وأنت ما شفته. راح أطول عليكم في الحديث، لكن لو تذكرون في بداية قلت لكم أن الإسلام حط احتياطات معينة لمثل هالمواضيع. تسر من أسرار ولاية الرجل على المرأة حتى لا يتم استدعاء أي جزء من عقلها والتأثير عليها في اتخاذ القرار الغير مناسب. وجود الولي في حياة المرأة مهم جدا حتى تتوازن القرارات عندها. ما في أسهل من كسر المرأة ولا أصعب من ثني الرجل. استنتاج ثالر كان مرتبط فقط بالاقتصاد السلوكي، أظن الموضوع يشمل ما هو أكبر. سلام عليكم.